رح نحتاج 2 كوب قرع، نص كوب سكر بني، نص كوب زبدة، كوب طحين، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، 2 معلقة كبيرة ليمون. يلا يلا. شوفي قد ما الواحد ملخوم كان بالوصفة غلط. نسيت أحط فيها كوب شوفان. شوفان كمان. منضيف لها كوب شوفان. كوب شوفان. بطلت أعرف أحكي خلص. مش عارفة إيش معني. anyway. هلا هون رح أحط 2 معلقة. رح أحط بس جزء من الزبدة، يعني عم نحكي مقدار معلقة ونص كبيرة. أوكي. عندي القرع مقطعته صغير، بدي إياها بمقلاي ما بتلزق. تمام. أنا بس أفهم هاي إيش مالها. أجرب أنا؟ مش عارفة هو. خليكي أنت مع الزبدة، أنا بروح أجرب. انتي ارفعيها وحطيها. ممكن هي هاي صح؟ اه ركزي هون. طيب حاضر. انا بحاول اكلها. عليها على اخر اشي. اوكي رح احط القرع. هيها امتح لون. تمام خلص اتركيها. شفتي قلتلك اجي انا ساعتك. رح اقلب القرع حنين. مع الزبدة. مع الزبدة. أنا حاسة هاي الوصفة هلأ حتمقلبني. ليه؟ أنا بدها وقت. أوكي مش مشكلة هلأ منتدارك الموقف. منقلب القرع. رح أحط على القرع قرفة سكر بني، زنجبيل زنجبيل مطحون، شوية ليمون مو كلها بس معلقتين كبار، وشوية ملح. ملح. بدي أحط ملح أول إشي عشان شغلتين. أنا بقول لك أول شغلة. قليلي. عشان بساعده يستوي أسرع. بالضبط. صح. بيطلع المي اللي فيه. هون عندي القرع حطيت معه زبدة، حطيت شوية ملح، وهلأ رح أحط عليه القرفة، رح أحط عليه الزنجبيل المطحون. أوكي. تمام. يس. هلأ بدي أحط عليه السكر البني. أنت بدأين طلعتي السكر البني برا. حسيت. تمام. بدي اياكي تيجي لو سمحتي تقلبي. واخيرا بحب اقلب. وراح احط شوي ليمون عليه عشان يساعد السكر. يلا اوكي هون راح احط. شايفه لازم تخليني اروح ريحتي حلوه الشوفان. يعني هيك اكيد راح احط الشوفان والطحين. بدي البس الجلوفز. اوكي وهلأ بدي أفرك أو أخلط. دقيقة بس الجلوف الثانية. ريحة غريبة حنين. في فخارات. خلص هيك تمام. في فخارات تحت عندك. ثلاثة بليز بطولين مليانهم. هلأ بدي أحط هون. هي هاي كتير سمبل. حوقع واحد يالين الطبقة. أوكي. هلا بدي بحب كل فخارة هيك تحطي شوي من هاي. أحط هلا؟ أطفيها يعني؟ خلص. مش عارف. ما رح يزبط. لا ما ما ما, ما رح يزبط. طب شو رأيك بعد الفاصل أحط؟ لا ليه خلص حطيهم. أحطهم؟ طيب. هنا بنحطهم. بدك شوي بس. أوكي. بصير أقول لك إشي. قيمي الصينية على الرخامة وحطي منهم. ما بصير لها إشي. لا خلص هيني. هيك بكفي على فكرة. طيب. لا كمان شوي. اوكي. رح من هاي العجينة حنين. هي مو عجينة. هي هيك زي كرمبل. شايفة؟ نرجي المشاهدين سريعا. هي زي هيك كرمبل. رح أحط منها فوق الخلطة هاي. فوق الخلطة. وأحطها بالفرن لمدة 10 دقائق. مش بس تحمير. تحمير ومن تحت عشان تستوي العجينة اللي عندي. تمام؟ تمام. هيك إحنا كن خلصنا. على درجة حرارة؟ 200. يس. طب هلأ يا نين إذن.